هذا وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة منتدى الشباب العالمي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ 27 المقرر انعقادها بشرم الشيخ. كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الإقليمية لمصر في محيطها الإقليمي. تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ 27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة. تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.